يقول السائل: هل تصح إمامة المسبل وإن كان حافظا للقرآن؟ نعم. هل تصح إمامة مسبل الإزار؟ المسبل نعم، المسبل تصح إمامته على الصحيح، لكن يأثم على الإسبال، تصح مع الإثم. نعم. ولا ينبغي، ما ينبغي أنه يقدم في الصلاة إنسان مسبل أو يجعل إماما للمسجد، ما ينبغي هذا، لكن لو وجده يصلي وصلى معه فصلاته صحيحة.